مراسم التوقيع على اتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية. سيتفضل بالتوقيع عليها عن الجانب المغربي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعن الجانب اليمني السيد أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية. سيد الوزير، بغينا نعرفوا ما هو الموقف من المملكة المغربية حول هذه الأحداث التي تتعرف اليمن. أنا عبرت على موقفنا من ما يجري في اليمن، وهو موقف يمكن يكون قائم على 4 أو 5 نقاط. أولا، بحال اللي قلت، دعم لوحدة اليمن وسيادته الوطنية ووحدته الترابية. ثانيا، دعم الشرعية في اليمن التي يمثلها المجلس القيادة الرئاسي كممثل شرعي لليمن وكمخاطب شرعي للمملكة المغربية. ثالثا، دعم كل المرجعيات الدولية، سواء الدولية بقرار مجلس الأمن 2216، سواء الخليجية أو اليمنية اللي فيها اتفاق. فهذه المرجعيات كلها المغرب يثمنها ويدعمها. رابعا، اهتمام كبير لجلالة الملك بالجوانب الإنسانية في اليمن ومعاناة الشعب اليمني. وكان جلالة الملك أعطى تعليماته بتقديم مساعدة مالية في اليمن، وتم القيام بذلك في هذه واحد خلال هذه السنة. فيما يخص الهدنة، قلت بأن، وبحال اللي قال معالي الوزير، يعني الهدنة بكل ما شابها من خروقات من جانب الحوثي كانت إشارة إيجابية للشعب الياباني، كانت إشارة إيجابية فيما يتعلق بأمن وطمأنينة وسلامة هذا الشعب. لهذا بطبيعة الحال كان تجاوب الحكومة اليمنية كان مصدر تقدير كبير من الجانب المغربي مثل المجتمع الدولي، لأنها تعاملت من منطلق المسؤولية ومنطلق تغليب مصلحة اليمن أولا. نأسف للتعامل الميليشيا الحوثي اللي كان تعامل لا يخدم مصلحة اليمن ولا اليمنيين، يخدم مصالح إيران بالدرجة الأولى، ويؤدي إلى التصعيد وإلى ضرب حتى المكاسب القليلة اللي تحققت أثناء الهدنة. الهدنة كذلك، أو مواقف الحوثي من الهدنة، عندها تأثير على سلامة دول عربية أخرى. وكان جلالة الملك ندد بدك الأعمال الإرهابية اللي مست هذه الدول. وهذا كجرنا ما قاله الأخ حول التدخل الإيراني. يعني للأسف أن اليمن الآن أصبح مجال لهذا التدخل الإيراني عبر ميليشيات الحوثي، وهو تدخل يعني كنشوفوا مجموعة من الدول العربية. شفنا مؤخرا القصف في كردستان في العراق، واللي المغرب يندد به وما خلفه من ضحايا مدنيين. شفنا كذلك تدخلات في مجموعة من الدول العربية، سواء مباشرة أو عن طريق جماعات إرهابية أو جماعات مسلحة. وهذا كيجرنا إلى ضرورة تحميل المجتمع الدولي إيران مسؤوليتها فيما يحدث. مسألة الفاعلين الغير الحكوميين المسلحين أصبحت ظاهرة تشكل خطر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. حصول هاد الفاعلين الغير رسميين والمسلحين على أسلحة متطورة، على تقنيات متطورة، خطير جدا على الأمن والسلم الإقليميين. ويجب أن تتحمل الدول اللي كتمكنهم من هذه الأسلحة مسؤوليتها كاملة. حصول لنون ستيت أكترز على لدغون، هذا خطر كبير على الأمن والسلم الدوليين. ومن يمكنهم من هذه الأسلحة يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام المجتمع الدولي، لأن هاد الفاعلين الغير الحكومي لا مسؤولية قانونية لهم، ليسوا أطراف اتفاقيات نزع السلاح، ليسوا أطراف في اتفاقيات استخدام الأسلحة عكس الحكومات الرسمية. وبالتالي فإيران
لا يمكن أن تستمر في استغلال هذا الفراغ وتستمر في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. كنشوفوا ذلك في اليمن، كنشوفوا في منطقة في الشام، وكنشوفوه في شمال إفريقيا، والمغرب يعاني كذلك من هذا التدخل. لهذا لجنة الجامعة العربية المكلفة بالحد من التدخل الإيراني كانت واضحة. إيران الآن هي الراعي الرسمي للانفصال والإرهاب في منطقتنا العربية، للأسف ببعض التواطؤات، ولا يمكن إلا أن نعرب عن تضامننا مع اليمن الشقيق فيما يعانيه من تدخل، وأن نشجب بكل قوة هذا التدخل الإيراني في شؤون الداخلية العربية. شكرا جزيلا أخي ناصر على هذا الموقف الواضح والصريح تجاه قضية جميعا نعاني منها، وكانت المغرب من الدول المتقدمة في اتخاذ موقف صريح تجاه التدخلات الإيرانية. بالنسبة لنا في اليمن الأمر واضح تماما. نحن في 2012 و2013 في الوقت الذي اليمنيين كانوا مجتمعين بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في مؤتمر حوار الوطني الشامل، وكنا نحاول نلملم أشلاء اليمن وكلمة اليمنيين ونوحد مواقفهم. في نفس الوقت الذي كان العالم كله يرعى الحوار اليمني، كانت إيران ترسل السفن محملة بالسلاح إلى جماعة الحوثي، وهذه قضية موثقة. جيهان واحد وجيهان اثنين التي كانت محملة بالسلاح الثقيل والمتوسط من إيران، بمعنى أنه من يقول بأن التدخل الإيراني زاد بعد العمليات العسكرية مخطئ، علينا أن نعود إلى الخلف وقبل ذلك. لكن هذه عملية واضحة موثقة في التقارير الدولية، واليمنيين مجتمعين للحوار، كانت إيران تسلح هذه الجماعة وتحضرها لما أتينا له بعد ذلك. في كل محطات الحوار التي كنا نقترب فيها من الحل وأوضحها كانت في الكويت، كان لإيران دور سلبي في إحباط هذه المشاورات. الاستعراضات العسكرية الأخيرة التي تمت خلال الشهرين الماضية التي قامت بها ميليشيا الحوثي، سواء في الحديدة التي يفترض وفق الاتفاق ستوكهولم أن تكون مدينة منزوعة السلاح، نشاهد بوضوح ليس فقط أخي ناصر درونز، ولكن صواريخ باليستية متقدمة ومتطورة وأسلحة كثيرة جدا إيرانية أمام الملأ. لذلك على المجتمع الدولي أن يكون لديه موقف واضح تجاه هذه المسألة، وهذه المسألة أصبحت كل تقارير البانل أوف إكسبرت، لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن، موثقتها بالتفصيل حول طبيعة التدخل الإيراني. والأخطر من الأسلحة هو خطاب الكراهية وتغيير المناهج والشحن الطائفي في المجتمع اليمني. نحن الحرب ستنتهي غدا، إن لم تكن غدا فبعد غد ستنتهي الحرب، ستنتهي، لكن آثار الحرب والخروقات الكبيرة والتصدع الكبير اللي حصل في النسيج الاجتماعي اليمني بسبب التدخل الإيراني هي ما سنظل نعاني منه في اليمن وفي المنطقة. إذا شاهدتم ما يتم تدريسه لأبنائنا بدعم إيراني وبخطاب إيراني وبقنوات فضائية مدعومة إيرانيا وموجودة يعني في مناطق سيطرة حزب الله، ستعرفوا حجم المأساة وطبيعة الدور السلبي الإيراني في اليمن. لذلك لابد من أن يكون في هناك وضوح في هذه المسألة، يجب أن يكون في هناك مقاربة دولية جديدة في التعاطي مع هذه المسألة. يجب أن لا تبقى اليمن رهينة لمدى التقدم والتأخر في المشاورات النووية فيما يتعلق في إيران، و هذه مسألة نؤكد عليها يعني مرارا وتكرارا. شكرا جزيلا. أنا اليوم سعيد باستقبال زميلي وأخي الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير خارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، في إطار زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المغربية بلده الثاني. شكل اللقاء بيننا مناسبة لاستحضار عمق وقوة العلاقة التي تجمع البلدين والشعبين، علاقات قائمة على الأخوة الصادقة، على التضامن وعلى الدعم المتبادل فيما يخص القضايا الأساسية للبلدين.
كانت مناسبة لأؤكد للسيد الوزير دعم جلالة الملك القوي والثابت للشرعية في اليمن من خلال مجلس القيادة الرئاسي الذي عبر عن جلالة الملك في رسالة التهنئة عن تقدير المغرب لهذا المجلس كممثل الشرعي والمخاطب الرسمي للمملكة المغربية في كل ما يتعلق بالجمهورية اليمنية، وكذا دعم جلالة الملك لكل المجهودات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال المراحل الانتقالية في اليمن. عبرت كذلك لأخي عن رغبة المغرب في تطوير العلاقات الثنائية التي بسبب الظروف ربما تأخرت بعض الآليات في أنها تشتغل، ولهذا اليوم وقعنا على 5 اتفاقيات، واحدة فيها مهمة ديال آلية التشاور السياسي اللي كان متواصل ولكن كان موسمي، اليوم أصبح مهيكل وغتشتغل أجهزة وزارة الخارجية البلدين على استعمال هذه الآلية بشكل مستمر وحول كل القضايا. كذلك بعد لقائنا في مراكش في شهر مايو الماضي، وكما اتفقنا على ذلك، فالمغرب عين قائم بالأعمال لدى اليمن بإقامة في الرياض، ولكن ملفه الأساسي هو العلاقات المغربية اليمنية، وهو اليوم بدأ الاتصالات دياله وبدأ كيشتغل للبحث في كل فرص تعزيز العلاقات بين البلدين. كذلك تحدثنا على الجانب الإنساني اللي هو جانب مهم في العلاقة بين البلدين، هذا العنصر البشري، والمغرب كان دائما حريص على أنه يفتح الجامعات ديالو والمعاهد ديالو لتكوين الطلبة في اليمن، وكان دائما هذا مصدر فخر، لأن الطلبة اليابانيين كانوا دائما كيندمجوا بسهولة وكيحصلوا على أحسن نتائج في الجامعات المغربية. واليوم اتفقنا على أن يتم رفع عدد المنح اللي كانت 50 منحة إلى 100 منحة للطلبة اليمنيين، سواء فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية والدراسات يعني الجامعية، أو فيما يخص التكوين المهني. وبالتالي فإحنا غنبداو نشتغلوا انطلاقا من هذا الدخول المدرسي على كيفية استغلال كل هذا العدد من المنح، واللي قلت هذا جانب كان دائما واحد الجانب مهم في علاقتنا الثنائية. كانت مناسبة كذلك باش نشكر أخي على الموقف الثابت لليمن من قضية الصحراء المغربية، واللي كنا دائما كنشوفوه في كل المنتديات الإقليمية والدولية، واللي عبر عليه هو شخصيا في أكثر من مناسبة. وأكدت له كذلك بأن المملكة المغربية بتعليمات من جلالة الملك تقف إلى جانب اليمن، تقف إلى جانب الشرعية في اليمن، تقف إلى جانب خلق ظروف الأمن والاستقرار للشعب اليمني. وتحدثنا بطبيعة الحال حول آخر التطورات في الملف اليمني وجدت لمعاليه. أولا تثمير المغرب للمواقف الرصينة والإيجابية اللي عبرت عنها الحكومة اليمنية والسلطة الشرعية في اليمن فيما يخص مسألة تجديد الهدنة، وهذا ليس غريب بالنظر إلى أن السلطة الشرعية والمجلس القيادة الرئاسي كان دائما كيغلب مصلحة اليمن ومصلحة اليمنيين على كل الاعتبارات الأخرى، ولكن للأسف هذا الروح الإيجابية ما واجهتهاش من الجانب الآخر نفس المنطق. كاين منطق ديال الابتزاز، كاين منطق ديال المس بأمن اليمن واليمنيين، كاين منطق الاشتغال لأجندات أجنبية
وكاين منطق تهديد الأمن والسلم الإقليمية ليس فقط في اليمن ولكن في دول عربية مجاورة. والمغرب كان عبر بشكل واضح على أعلى مستوى على مستوى جلالة الملك بأنه يعتبر ويدين الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي واللي كتهدد أمن اليمنيين أولا ولكن كذلك أمن وسلامة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. والمغرب اعتبر بأن هذه الأعمال هي أعمال مهددة للأمن والسلم الإقليميين وأن على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن التعامل معها كما هي، هي أعمال إرهابية لمجموعات آخر هواجسها هو سلامة اليمن ومصالح اليمن واليمنيين وتشتغل وفق أجندات للأطراف اللي كتدعمها واللي هي بالأساس الطرف الإيراني. فهذه الزيارة هي زيارة مهمة بالنظر إلى توقيتها بالنظر إلى كذلك نتائجها وبالنظر ما ستفتح من أفاق للتعاون بين بلدينا. وكل مرة نحن سعداء باستقبالك أخي أحمد ونتمنى أننا نلتقي كذلك قريبا في إطار هذه العلاقة القوية بين البلدين. شكرا. أنا سعيد جدا بأننا اليوم ولأول مرة نوقع بروتوكول للتشاور السياسي وأن نرفع مستوى التنسيق والتشاور السياسي في قضايا الاهتمام المشترك إلى أعلى مستوى، وإن شاء الله تكون هذه نافذة لنناقش فيها كثير من هذه القضايا. لن أتي بجديد لأجدد موقف اليمن الثابت الذي عبرنا عنه مرارا والذي يشكل موقف أصيل لليمن تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، واعتبارنا أنه أي نزاع لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية. هذا موقف أصيل لليمن، نحن نقف مع شقائنا في المغرب في هذه المسألة في إطار فهمنا لمفهوم التضامن العربي والوحدة، يعني مفاهيم الأخوة العربية وما تقره يعني المواثيق الجامعة العربية والمواثيق الدولية. كذلك كانت فرصة اليوم في حديثي مع أخي ناصر بأن نتحدث حول قضية مهمة جدا، تعلموا بأنه يعني تفصلنا يومين عن حدث مهم انتظروا اليمنيين كثيرا وهو تجديد الهدنة التي استمرت لمدة 6 أشهر ماضية، شكلت فسحة أمل لليمنيين، كانت فرصة من خلالها استطعنا أن نحرك عدد من الملفات رغم عديد لا أريد أقول مئات وألاف الخروقات الحوثية، لكن كان في هناك قرار استراتيجي من قبل القيادة السياسية اليمنية بضرورة تقديم أي تنازلات ممكنة من أجل المضي في السلام. نحن لا نريد هذه الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، المتضرر الرئيسي منها هو الشعب اليمني، وقدمت كثير من التسهيلات في هذا المضمار. يعني خلال فترة 6 أشهر الماضية أكثر من 1400 شهيد وجريح في مختلف الجبهات في فترة الهدنة، أكثر من 74 مدني شهيد وجريح خلال فترة الهدنة. لكن مع ذلك نحن صمتنا وكنا حريصين أن نلملم جراحنا من أجل أن نعطي فرصة لهذا السلام. يعني عشرات الآلاف من اليمنيين استطاعوا أن يستخدموا مطار صنعاء، يعني أكثر من 1.5 مليون طن عبر ميناء الحديدة المشتقات النفطية، رغم أن الميليشيات كانت المستفيد الوحيد، جنت أكثر من 200 مليار ريال يمني خلال هذه الفترة. مع الأسف كان يفترض أن توظف لدفع الرواتب والنفقات التشغيلية للمؤسسات الحيوية في الخدمات الأساسية في اليمن، لم يتم ذلك. ومع هذا ظلت أمان اليمنيين معلقة على يوم 2 من أكتوبر، وكانت في هناك جهود دولية كبيرة جدا، كان في هناك مقترح قدم من قبل المبعوث الأممي لنا، تعاملنا معه بشكل إيجابي. لكن كما تعلمون جميعا بأن هذه الميليشيا مع الأسف كما كل مرة لم تعلي مصلحة اليمنيين، فضلت مصالحها الذاتية وقياداتها السلالية ومصالح إيران على مصالح اليمنيين. وفي اللحظات الأخيرة وضعت شروط إضافية وأتت بمغالطات جديدة وأفشلت جهود المبعوث الأممي في تمديد الهدنة. نحن لازلنا نقول بأن موقفنا الثابت هو نحن مع أي جهد
يقود إلى السلام المستدام الشامل المبني على المرجعيات الأساسية والقرارات الدولية وبالأخص القرار الدولي 22-16.